رؤية الأشياء البعيدة صعبة للغاية إلا إذا استخدمتم المعدات الصحيحة. ولكن ماذا عن الفضاء؟ تعالوا نتعرف على كيفية عمل التلسكوب والذي يمكننا من ذلك. منذ أن اكتشفت الكتابة وضع الإنسان سجلات ولوائح بحركة النجوم ومواقعها في الفضاء، وهكذا نشأت سجلات تاريخية لمواقع النجوم تعاقبت على تدوينها الحضارات البشرية منذ آلاف السنين وحتى الآن. ومن هذه السجلات وجدنا في جامعة كامبريدج كتاباً يعود للقرن الخامس عشر لعالم الفلك ميرزا محمد والمعروف بأولوغبه. الصورة الثالثة التنين، وهي على صورة حية طويلة كثيرة الاعوجاجات والعقد، واقعة حول القطب الشمالي لفلك الرابعة القيقاوس، وهي على صورة رجل لبس القلنسوة وجلس على ركبته ومد يديه، وعلى رجله كوكب يقال له الراعي، وبين رجليه كوكب آخر يقال له الكلب، وعلى يديه كواكب يقال لها الأغنام. لنبدأ أولاً بتعريف بسيط، ما هو التلسكوب؟ تستخدم التلسكوبات لشيئين، أولاً تعطيك مزيداً من الضوء لتوضيح الرؤية، وثانياً هي تكبر الأشياء حتى تستطيع أن ترى المزيد من التفاصيل. حسناً، وكيف يعمل؟ لنرى تفاصيل أكثر نحن بحاجة إلى زيادة التركيز، ولهذا فنحن بحاجة إلى أن نحني الضوء حتى يتركز في مكان واحد. أبسط أنواع التلسكوب كهذا توجد به عدسة في المؤخرة يمر من خلالها الضوء ثم يقوم بتركيز الضوء وتخرج الصورة من الناحية الأخرى. والتلسكوب العادي يوجد به عدستان، لأنه إذا وضعنا عدسة واحدة فقط فسنرى الصورة مقلوبة. الجيل الأحدث من التلسكوب كان أكبر، حيث تمكننا من صنع قطعة أكبر من الزجاج، وكلما كانت العدسة أكبر كلما تمكننا من تركيز الصورة أكثر، ولا نستطيع تغيير حجمها نكبر العدسات. في الواقع هذا تم فهمه أولاً من العلوم العربية في القرن الرابع، وهو أن كبر التلسكوب لا يعطيك تفاصيل أكثر، هذا أكبر حجم للعدسة يمكن صنعه ويمكنك من رؤية تفاصيل كافية. إذا قمت بصنع تلسكوب أكبر ستتمكن من رؤية الأشياء الكافتة، ولكن لن تستطيع رؤية تفاصيل أكثر، وهذا بسبب الغلاف الجوي والذي يسبب عدم الوضوح. لهذا السبب لم تعد المراصد موجودة في أماكن مريحة في مستوى البحر، ولكنها توجد على القمم الجليدية للجبال حيث تقل نسبة الهواء. من حيث المبدأ كلما كبر التلسكوب كلما زادت دقة الصورة. وما هي أنواع المختلفة المتاحة لنا؟ هذا النموذج هو نسخة أكبر من هذا التلسكوب، ولكن قطر العدسة متران بدلاً من سنتيمترين، فهو أكبر 100 مرة ويمكنك من رؤية الأشياء الأكثر خفوتاً. أما هذا المطياف سبكتروسكوب فهو عادة ما يكون في آخر التلسكوب، والضوء الخارج منه هو ألوان الطيف، ومن توزيع الألوان يمكنك أن تعرف العناصر الكيميائية بها، أي ما هي مكونات النجم وما هي حرارته. هذا هو بناء نادر عمره أكثر من 100 عام، فبه عدسة كبيرة تمكنك من رؤية الأشياء الخافتة وحجمه يمكنك من رؤية تفاصيل أكثر، وكان هذا مطلوبا للدقة، فقد كان يستخدم في البحث في منتصف القرن التاسع عشر، وكان لفترة وجيزة أكبر تلسكوب في العالم. إذن ما هو مستقبل هذه الأجهزة؟ الجيل القادم من التلسكوبات، وأنا أشارك جزئيا في تصميمه، سيكون أكبر من هذا. نحن الآن في المراحل الأخيرة من التصميم، فلم نبدأ في بنائه حتى الآن. أكبرهم من المخطط أن يكون قطره 40 مترا، أي حوالي نصف حجم ملعب كرة قدم، وهذا هو حجم العدسة فقط، فما بالك بحجم المبنى نفسه. سيكون في حجم ناطحات السحاب، ستكون ثورة تغير نظرتنا عن الكون، حيث سنتمكن من الرؤية بدقة تصل إلى أكثر من 2000 ضعف وتفاصيل أكثر وضوحاً مما رأيناه من قبل.
ووفقاً لأفضل حساباتنا سنتمكن من رؤية حافة الكون، أي رؤية الأشياء التي شكلت في أول خلق الكون. أتمنى أن يكون هذا الجهاز أصغر في المستقبل، وربما يستطيع هاتفي في يوم ما أن يجعلني أرى ما في الفضاء. أراكم في الحلقة المقبلة.